معلومات عن أن التفجير الانتحاري في معبر أطم الحدودي بين تركيا وسوريا كان يستهدف تجمعا من مقاتلي الجيش الحر يبلغ عددهم نحو 600. وزارة الدفاع الروسية تنشر شريطا مصورا يظهر أن 6 من قاذفاتها أسقطت قنابل على مواقع قالت إنها تابعة لتنظيم داعش في دير الزور. نائب الرئيس اليمني يتفقد وحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة نهم التي تحقق تقدما في معاركها العنيفة مع الانقلابيين. البرلمان العراقي يستضيف اليوم رئيس الحكومة حيدر العبادي بشأن التشكيلة الوزارية ويستكمل استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي. السلطات الأمريكية تعلن تكثيف البحث لضبط مشتبه به في مقتل إمام مسجد ومساعده بالرصاص في أحد شوارع مدينة نيويورك.